نوع من الصفقة ما بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، لأنه عمليا بعد عودة نتنياهو لاحظنا استشراس من قبل نتنياهو في زيادة الضغط العسكري، وهذه هي نظريته، بمعنى أن الضغط العسكري كلما زاد الضغط العسكري كلما حقق إنجازات في موضوع المفاوضات حول وقف إطلاق النار. نعم. وبالتالي أمام نتنياهو هامش من الوقت، أو أعتقد من وجهة نظري يعني أن الإدارة الأمريكية منحت نتنياهو هامش من الوقت ليحقق خلاله الأهداف، أو على الأقل يخلق أرضية لتحقيق الأهداف التي يتحدث عنها، لأنه بعد ذلك ستدخل الإدارة الأمريكية في معمعان معركة الانتخابات، وبالتالي سيكون من الصعب عليها يعني الالتفات إلى موضوع الحرب في غزة وما يجري في المنطقة بنفس التركيز الذي يحدث الآن. ولهذا قد تكون الصفقة منح نتنياهو هامش من الوقت مقابل عقد وإتمام هذه الصفقة بالتزامن مع بدء الانتخابات الأمريكية. لذلك أنا بتقديري أنه سنشهد يعني تقدم كبير في موضوع إتمام صفقة التبادل وقف إطلاق النار بعد انتهاء فترة الجمود وبعد انتهاء حالات نعم يعني سيد الرد والرد. يعني بالتأكيد نعم. إيران لا يمكن لها إلا أن ترد على هذه على عملية نعم. اغتيال هنية في هذا طهران. ما أكد